بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبتدي معانا النهاردة برنامج لإدارة صالونات الحلاقة. برنامج سهل وبسيط. أول ما بنفتح البرنامج بيجيب لنا الصفحة طبعا بتاعة الدخول. أنا هفتح الأكاونت الأدمن، في أكاونت أدمن وأكاونت كاشير بيختلفوا مع بعض في الواجهات. انا هفتح دلوقتي الاكونت الادمن عشان نشوف الواجهات كلها يعني ونبدأ نشرحها. اول ما بفتح البرنامج بلاقي عدد الكراسي اللي عندي 5، لو عندك اكتر من 5 كراسي بنضيفهم عادي ما فيش اي مشاكل. على اليمين هنا ده اللي هو نظام تيكت انتظار، لما انت حد بيجي لك يعني بيبقى عايز يحلق وفي ناس مشغولين، في ناس كتير فبيضطر انه هينتظر، فاللي بينتظر ده بنديله التيكت بتاع الانتظار وفي ملحوظة تحت هنا ان لو عدى عليه 10 ارقام فيعتبر التيكت بتاعه ده ملغي، فما تتأخرش يعني. اول ما بيجي حد جديد بنقول له هنا بندوس على كلمة نيو كاستمر دي، او لو الشخص ده مثلا عايز يحلق مع حد معين، يعني مثلا عندك واحد على الكرسي الاول والكرسي التاني، انا مثلا بفضل دايما ان انا باجي على طول احلق مع الشخص اللي على كرسي رقم 3 مثلا، تمام؟ فبختار كرسي رقم 3 وبدوس كده اللي هو نيو كاستمر، وانت بتطبع طبعا الرسيد، فبالتالي هنا الرقم زاد 1 اللي هو الرسيد اللي بعد كده، وهنا ايه كاستمر رقم 1 اللي هو العميل رقم 1، تمام؟ وجالك ان هو في الليستة بتاعت الانتظار ومحجوز الكرسي رقم 3. طيب انا في عميل تاني دخل عادي هيحلق معايا حد، مش شرط حد معين يعني، فبسيب دي فاضية. حد تاني هيحلق برضو مش شرط، حد تاني اختار الكرسي رقم 4، تمام؟ ف دلوقتي احنا عندنا مشكلة، يعني مثلا دلوقتي رغم ان ده جه اول واحد، فخلاص لو انا دوست هنا على الكرسي رقم 3 ففتح لي الصفحة اللي هو الحاجات اللي ممكن يعملها الشخص ده. والشخص ده اسمه اتشال من الليستة اللي هي بتاعت المنتظرين، اللي هي الويتنج ليست، لستة الانتظار. الاسم بتاع اتشال وجه هنا ايه تحت الكرسي على طول. لما انا باجي ادوس هنا الشخص ده مثلا هيعمل ايه؟ هيعمل قص شعر، تمام؟ لسه ما خلصش، ممكن يزود حاجة تاني وممكن لا. فانا كل اللي انا بعمله بقفل الصفحة دي والشخص لسه بيبقى هو على الكرسي. لو انا عملت اي حاجة تاني وبعد كده رجعت له تاني، فهو كان عامل ايه؟ كان عامل قص شعر. لو انا عاوز ازود عليها حاجة مثلا ستايل مثلا زيادة على اللي هو عمله، فتمام بتزيد وبقفل. مثلا الكرسي رقم 1 حد جه عليه، فاللي هو الشخص اللي هو كان التاني ما كانش محدد كرسي، اللي هو العميل التاني ما كانش محدد كرسي، فلما انا ادوس على الكرسي رقم 1 فبيجي اوتوماتيك. الكرسي رقم 2 للعميل التالت لانه برضو ما كانش محدد كرسي، تمام؟ طيب العميل رقم 4 محدد ان هو يحلق على الكرسي رقم 4، لو انا دوست دلوقتي اللي هو رقم 5 مفيش حد يحلق، لو انا دوست رقم 4 هيجي. ليه؟ لان العميل ده كان محدد الكرسي رقم 4. دلوقتي احنا عندنا 4 عملاء قاعدين على كراسي مختلفة، اللي هو رقم 3 عامل حاجتين لسه ما خلصش، فعادي تمام. نشوف مثلا الاولاني هيعمل حاجة تانية برضو لسه ما خلصش، التاني هيحلق شعره ودقن مثلا ولسه ما خلصش وهكذا، تمام؟ طب ده خلص، بيجي عند الكاشير لو انت عملت كذا وكذا، الحساب بتاعك كذا، تعمل حاجة تاني؟ لا تمام خلاص هو هيدفع، فتمام هو الحساب بتاعه 100، فانت بتدوس كاش، فايه بيتشال من هنا وبينزل العملية دي في الكاش بتاعك في التقارير بتاعتك. هنا دي التقارير اللي هي الحاجات اللي حصلت، السيرفيس اللي انت بتقدمها، الخدمات اللي انت عملتها للشخص، والمبلغ اللي اتدفع، والتاريخ، تمام؟ هنا في بحث طبعا لو انت عايز تبحث بالكرسي، يعني الكرسي ده بس عمل حاجات قد ايه، الكرسي ده او بالتاريخ وهكذا.
تمام. هنا دي الخدمات بتاعتك اللي انت بتقدمها، في هنا سيكشنز اللي هي يعني اقسام، ومن الاقسام جواها خدمات. يعني مثلا القسم بتاع الشعر في قص شعر وحاجات وكريم شعر وقص دقن وحاجات زي كده، تمام. في قسم تاني للكولورينج ده اللي هو الصبغة، تمام. بس انا ما ضفتش فيه اي حاجة. والاقسام دي بتضاف اوتوماتيك فين؟ هنا في الكراسي. لما انا باجي مثلا اخش هنا القسم ده بيتضاف هنا اوتوماتيك. يعني طب لو انا جيت اضيف قسم تاني مثلا مش عندي، مثلا اكتب ايه مثلا بودي كير مثلا، وضف اضافة القسم، تمام. اتضاف، قال لي اتضاف. دلوقتي لما اجي انا اشوف هنا بلاقي هنا ايه قسم تاني اتضاف، بس هو هنا فاضي عشان انا مضفتش فيه خدمات. طب نضيف فيه خدمات، نجيب اللي هو البودي كير السيرفيس مثلا، فول بودي كير يعني عناية كاملة بالجسم. السعر بتاعها 500، تمام. ضفت الخدمة. لما اجي انا افتح هنا الاقيها ايه اتضافت هنا اوتوماتيك. لو انا دوست عليها قشطة تبقى على طول شغالة يعني من غير اي مشاكل يعني ان شاء الله، تمام. هنا دي كده الاقسام والخدمات بتاعتي اللي انا بقدمها. دي الصفحة اللي هي بتاعت المستخدمين اللي هم يقدروا يفتحوا البرنامج. الادمن بس هو اللي بيشوف كل ده، اللي هو اليوزر الكاشير ما بيشوفش اي حاجة من ده، بيشوف بس اللي هي الصفحة الرئيسية والصفحة بتاعت الكرسي دي، غير كده ما بيقدرش يعمل اي حاجة. اخر حاجة معانا اللي هي الصفحة بتاعت الاعدادات. طبعا انت هنا بتحط اسم المكان بتاعك ورقم تليفونك والعنوان، وبعد كده اللوجو بتاعك، اللوجو ده اللي هو كان موجود في صفحة الدخول بس. وإن شاء الله هنضيف حاجات تاني كتير، ولو في أي مميزات حضرتك بتعوزها يعني بتكلمني وبننسق مع بعض وبنضيفها وبنشتغل زي الفل يعني. بس أيوة، السلام عليكم.